الزمالك بطبيعه الحال جمهور الزمالك مستني يشوف الزمالك، بقاله كتير ما شافوش بلعيبه جديده، بمدرب جديد، بطموحات مختلفه، بمجلس اداره جديد. الزمالك النهارده بالنسبه لك شفته ازاي؟ الزمالك كان زحمه النهارده. كان زحمه؟ كان زحمه. يعني ايه بقى؟ زحمه، ملعب مزحوم. ملعب مزحوم، انت دعمت وجبت لعيبه كويسه وكل حاجه. بس انا في وجهه نظري مش لازم اللعيبه كلها تلعب في نفس التوقيت. يعني انا شفت النهارده اللي ما فيش الرباعي اللي قدام كان عبد الله سعيد واوباما وزيزو وشيكابالا. شيكابالا اشتغل الشوط الاولاني كويس الى حد ما. زيزو مش هو اللي نعرفه، اوباما حاول، وعبد الله السعيد برضو الشوط الثاني كان افضل. لكن تحس ان الاربعه شكل واحد. الزمالك اتحسن شكله لما عبد الله السعيد رجع ورا شويه في النص. ليه؟ انت عندك مشكله في نادي الزمالك، نادي الزمالك ما بيحضرش كتير. صح. والسرد باكين اللي موجودين مش اللي هم بيبداوا يحطوا على الارض وبتاع. كورتهم مش اعظم حاجه. قدامهم دونجا، فكان عندك مشكله في الطلوع بالكوره، ما عندكش حلول، فكنت بتقدر تلعب على طول الكوره المباشره لشيكابالا او عبد الله السعيد. صح. وده يفسر تغيير محمد شحاته، انه الراجل قال انا غيرته لاسباب ليها علاقه بالتعديل الفني. الناس كلها قال لك عشان انذار، هي مش عشان انذار. هو الراجل قال كده في الموضوع. هو عشان الاسماعيلي برده بيلعب على الكوره الطويله، فانت مش محتاج واحد ثالث في نص ملعب، انت محتاج واحد ياخد الكوره من ورا يبقى مفتاح لعب. اما عبد الله السعيد رجع ورا بقى عنده حلول، بقى ياخد الكوره من اليمين، بيدور الكوره. فدي انا شايف ان عبد الله السعيد مفتاح لعب كويس اللي تقدر تبني عليه من ورا. لكن انت النهارده اما تحطه قدام مع شيكابالا مع زيزو مع اوباما هتعمل الزحمه اللي انت قلت عليها، هيبقى زحمه جدا وبدون عشان وبدون فعاليه. عشان كده الملعب الشوط الثاني حتى اما ناصر ماهر لعب الملعب تحس اللي فرد شويه او صح فتح شويه. صح. لكن قبل كده كلهم في مساحات ضيقه، والاسماعيلي كده كده بيلعب ثلاثه وواقف ورا، فالموضوع كان صعب جدا. عايز اسالك سؤال، وانت كمان كنت موجود في الجهاز الفني لنادي الزمالك، كل مره مع اي مدرب زيزو يلعب ناحيه الشمال عمري ما حسيت انها بتنجح. ويمين زيزو يلعب يمين يدي انتاجيه، يلعب شمال كل الناس حاولت ومفيش فايده. ما هو انت النهارده برضو يعني انا النهارده حسيت انه الزمالك خسر زيزو شوط بحاله. لا انا في حاجه برضو مستغربه النهارده. الكور الثابته، انت عبد الله السعيد اصلا من احسن الناس في مصر بتلعب كور. انت عندك زيزو بيلعب ثابت كويس. بس برضو انا جايب الراجل ده الضربات الثابته بيلعبها جون عبد الله سعيد. صح. ولا كره ثابته النهارده عبد الله سعيد لعبها. دي ملحوظه مهمه. فدي برده انا برده يعني حاجه برده زيزو مميز، بس خلي بالك النهارده في اكتر من فاول جيل زيزو والكره تطلع قد كده. أيوه. انت فاهم قصدي؟ مش هي عرضيات زيزو، مش هي عرضياته انت فاهم. لكن انت النقطه اللي انت بتتكلم عليها بتاعت زيزو، في وقت من الاوقات اللي الراجل عايز يستغل شيكابالا، طب انا هعمل غصب عني هنقل زيزو ناحيه الشمال. لكن هي ميزه زيزو او احسن ايامه اما بيلعب ناحيه اليمين. بمناسبه شيكابالا، هل بدايه المباراه في اي مباراه للزمالك بعد كده محتاجه شيكابالا وعبد الله السعيد في نفس الوقت؟ ممكن. بس اما عبد الله السعيد زي ما بقول لك يبقى 8. انا بكلمك حتى عشان الادوار الدفاعيه. لا خلي بالك، عايز اقول حاجه، انا عبد الله السعيد النهارده يعني ما شاء الله. سيبك. أيوة. بس الناس قاعده تقول لك رجع في كذا كره، رجع ايه ده، في واحده في السكس يارد رجع طلعها. ايوه ما شاء الله، يعني على سنه بدنيا. ودي برده في واحده اللي وقع فيها ابراهيم نضاي ورجع غطى فيها خطيره، فما شاء الله. فانت وهو كمان ذكي جدا، دي النقطه اللي بكلمك فيها. هو بدني ما شاء الله واقف على رجليه. اقدر استغله في حته 8. لو هو بدني قليل ممكن استغله 10 اللي هو يقف يلاعب الناس. ماشي. انا شايف ان الملعب دلوقتي نادي الزمالك انت محتاج تلعب زي نادي الزمالك بقاله فتره كريم كبيره جدا ما بيلعبش ب 10 4 3 3. صح. 4 3 3. صح. انا شايف على بدنيا اوباما عبد الله السعيد ناصر ماهر، الناس دي بدنيا كويسه. اقدر العب بهاف ديفندر والعب باثنين تمانيات، ممكن عبد الله السعيد واوباما، عبد الله السعيد وناصر ماهر، مش هيبقى عندي مشكله. وخلي بالك برضو ممكن ماتشات قدام النادي الاهلي ما العبش كده. صح. بس ماتشات نادي الزمالك الطبيعي اللي مستوى اعلى عن فرق، لا اقدر. انت فرق الفرق العاديه. بس هقولها لك بصيغه ثانيه. قول لي. دي فكره عظيمه اللي انت قلتها، بس هل هتعمل كده في وقت اصلا انت خط دفاعك نفسه في مشاكل على مستوى الافراد؟ يعني تزود باتنين ستة ويبقوا او اتنين لهم ادوار دفاعية اكبر، بما ان خط دفاعك مش اعظم شيء يعني دلوقتي، لسه الزمالك محتاج فيه تدعيمات بكل تأكيد، ولا تعمل اللي انت قلته ده؟ انا بسألك سؤال. اتفضل. هو انا النهارده لو بلعب باتنين تمانية وواحد ستة ماشي وبكمل باكات بتحرك، وده بقى دي النقطة اللي انت النهارده الناس بتتفرج، لو باك ليفت طلع زاد الطبيعي انت الباك رايت بيعمل ايه؟ بيفضل واقف بيضم لجوه. والسرد باكين بيرحل، يبقى كده كام؟ تلاتة مع ديفندر ادي اربعه مع واحد من التمانيات
بقت كام؟ خمسة. خمسة ما فيهاش مشكلة، بس هي عايزة تمرين كتير وعايزة تحفظ. لكن أنا بقول لك أي فرقة هتنزل قدام نادي الزمالك بالأسماء اللي موجودة، الطبيعي إن نادي الزمالك يخلص من بدري، يخلص من بدري. وبعدين ما عشان ما نضحكش على بعض يا كريم، أنا بقول لك إيه، ماتش قدام بيراميدز قدام الأهلي أقدر أقول لك يبقى فيه تحفظ وبتاع، لكن مع الفرق اللي بتاع لا. وأنا النهاردة نادي الإسماعيلي الناس مبسوطة ليه؟ النادي الإسماعيلي ممكن الإسكواد بتاعهم زي نادي الزمالك، معظمهم لعيبة صغيرة، صح، قاوموا قدام نادي الزمالك ولعبوا وكان عندهم فرصتين وبتاع مش عارف، لكن الطبيعي قبل الماتش لو انا اسالك مين اللي هيكسب؟ الزمالك هيكسب، صح، انت فاهم قصدي؟ فانا شايف اللي في بعض من الاوقات يا كريم المدرب على الخصم لازم يحدد تشكيله، لكن طبيعي صفقات جديده. وانا قلت الكلام ده اول ما صفقنا سكولاتا، محتاج وقت، محتاج انسجام، محتاج المدرب يعرف برضه المدرب بقى له 10 ايام فلازم ياخد وقته. بس هي المشكله لو انت خد وقتك وما خدتش وقتك والنتائج ما ساعدتكش، دي اللي هتبقى فيها مشكله. طيب الصفقات الجديده، بمناسبه الصفقات الجديده، هل هي صفقات، هي صفقات حلوه تمام واسماء كويسه جدا، ويشكر اداره الزمالك انها قدرت تعمل صفقات وترفع كف القيد وكل شيء، كل شيء جيد، بس حاسس انها مش كامله او مش كامله، يعني يعني خط الدفاع لسه فيه مشاكل كتير، مفيش سترايكر مع سيرجيو جزيري، باك ليفت، باك ليفت، يعني خط الدفاع بقى بالكامل يعني باك ليفت وباك رايت وسنتر باك فيها نواقص طبعا. انت عندك بص موضوع راس الحربه يمكن بيلعب باستمراريه سيف الجزيري، وسيف الجزيري اوقات ممكن يبقى كويس جدا اوقات ممكن مش موفق زي النهارده، صح، لكن ناصر منسي لعيب كويس كل حاجه، بس بقاله فتره كبيره انت كنت محتاج تدعم براس حربه قوي في المركز ده. الحاجه الثانيه انت الباك ليفت برضو، انت حاتم سكر مشي، عبد الله جمعه مشي، فتوح مصاب، عبد الشافي، فعندك مشكله النهارده اللي ما عندكش باك ليفت. انت بتلعب انداي النهارده والناس كلها كانت خايفه اللي هو الراجل برضو قدراته الدفاعيه هتبقى الموضوع صعب عليه طبعا. الحاجه الثانيه الباك رايت كمان، حتى تلعب بعمر جابر وكده كده انت هو الراجل شايف ان حمزه مش لاعب، حمزه سيرد باك اللي هو باك رايت، هو مش شايف غير حمزه سنتر باك، فانت خلاص كده ما بقاش عندك غير عمر جابر وبديله سيد نيمار اصلا يعني. انا بقول لك زي ما انت بتقول، انت كنت محتاج تدعيم على الاقل واحد سيرد باك. طبعا اصابه الونش مفاجاه، محتاج باك ليفت ومحتاج راس حربه، مش شايف برده كانت اصابه مفاجاه. انا بقول لك فانت كنت محتاج الثلاث مراكز دي، كان فريق الزمالك هتبقى في حته ثانيه. واتمنى برده اللي محمود علاء برده يعني انا الله اعلم بقى هو حالته الفنيه وكل حاجه، بس محمود علاء اما يبقى في حالته طبيعيه وطبيعيه هيقدر يعمل فرق مع نادي الزمالك. اللي انت